تحظى السيارات القديمة بحب الكثير من الناس الذين يرون فيها أموراً شتى، سواء من ذاكرة لأيام سعيدة أو استدعاء الحنين للماضي أو رؤية ما يعتبر غريباً في عالمنا اليوم. كل هذه الأمور وغيرها يمكن أن يستشعرها الشخص من خلال مقابلة مع أحد هواة جمع السيارات القديمة واقتنائها. هي واحدة من أكثر الهوايات تكلفة عبر العالم، فالأمر هنا لا يتعلق بجمع الطوابع البريدية أو حتى القطع النقدية، بل هي هواية من نوع خاص تتعلق باقتناء وجمع السيارات القديمة. تحولت لدى المعجبين بها إلى هوس يشبه هوس جامعي التحف النادرة. السيد نزار والذي سيرافقنا في هذا التقرير يهوى اقتناء السيارات الكلاسيكية منذ الطفولة، وقد جاءت هذه الهواية من خلال مشاهدة الأفلام السينمائية القديمة المتعلقة بالسيارات، هواية بكل تأكيد تحتاج إلى إنفاق الكثير من الأموال لمعايشة هذه المتعة والسعادة التي يشعر بها نزار كما أخبرنا. أقدر أقول لك من الطفولة كنت دائما أحب السيارات القديمة أكثر من السيارات الحديثة، فبلشت يمكن أول سيارة اشتريتها يمكن كان عمري 25 سنة، فوراها أخذت كان عندي روز رويس، وراها بلشت اشتريت بعض السيارات يعني بإنجلترا مش هنا، كان عندي روز رويس كورفيت، اشتريت روفر قديمة اللي هي بريتش، ترايمف ستاغ كانت فيري فيموس بوقتها. وتكمن هذه الهواية لدى السيد مدني في الاهتمام بتفاصيل السيارات التي يقتنيها، من مظهر خارجي من حيث الصباغة والتلميع والشكل الملفت إلى جانب المضمون الداخلي، أو حتى إعادة هيكلة السيارات القديمة لتكون جديدة ويمكن استعمالها على الطرقات. يفتخر مدني بامتلاكه لأكثر من 25 سيارة كلاسيكية يرجع أقدمها إلى خمسينيات القرن الماضي حتى تصل بنا إلى نهاية التسعينيات. عندي 1952 فورد بيكوب لو رايدر فيري نايس موديفايد، عندي طبعا عندي الفيفتيز كله، 40s I don't have، فعندي تبدي من ال 52 وعندي ال 55 الثندر بيرد و 56 ثندر بيرد، بعدين عندي البورشن 1960 وفما فوق، بس هي أقدم واحدة أعتقد هسه بالوقت الحاضر عندي الـ 52. بطل هذه القصة يتمنى بأن يصل إلى جميع أنواع السيارات الكلاسيكية التي يحبها، خاصة بعض أنواعها التي قد تصل أسعارها إلى ملايين الدولارات. إيه والله سيارتين في خاطري وما أعتقد أقدر أوصل لها، لأن أسعارها everyday قاعد تصعد بشكل جنون. عندي المرسيدس الجولدوينج وعندي المرسيدس الـ 300 SL، يعني الآن قاعد تتكلم على 1.8 مليون يورو كسيارة. هواية تسافر بصاحبها من حقبة تاريخية إلى أخرى من خلال ماركة السيارات، موديلها أو حتى شكلها، ويعتبر الكثيرين من أصحاب هذه الهواية أنفسهم جامعي تحف تكمن قيمتها في شكل سيارات حقيقية تأخذ منهم المال والجهد لإرضاء شغفهم الذي بدأ لديهم منذ نعومة أظفارهم.